تمام. طيب كيف الجماعة هذول بدهم الآن يخرجوا نساء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور اسمه حديث الكساء. الكساء يعني ثوب، وهذا حديث الكساء فيه له عدة روايات، عدة روايات في مستويات، في منها الضعيف، في منها الحسن، في منها بلغ مبلغ الصحة، بس ألفاظ الحديث هذا، ألفاظ حديث الكساء تختلف. طيب لاحظوا إيش قصة الكساء. إنه لما نزلت هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، والمخاطب مين؟ نساء الرسول. طب هم نساء الرسول مخاطبتهم بصفتهم مين؟ نساء الرسول. إذن المقصود إبعاد الرجس عن مين بالدرجة الأولى؟ عن محيط الرسول. ولذلك شو قال؟ عنكم، مش المقصود بس النسوان، مش بس النسوان، بده يبعد عن البيت، بيت الرسول. لذلك شو قال؟ عنكم، لأنه دائما لما بيكون في مذكر ومؤنث يغلب مين في العبارة؟ المذكر. حتى عند الشيعة لما بيقولوا إنه فاطمة من ضمن أهل البيت خلاص انتهى. إذن معناته لفظ التذكير هذا إيش؟ سواء قلنا بقول الشيعة أو زي ما هي الآية، مش هيك؟ التذكير مفهوم، لأنه مش المقصود النسوان لذاتهن، وإنما المقصود إيش؟ هالبيت هذا، بيت الرسول، يكون بعيد عنه أي تهمة. تمام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم طلب إنه يستدعى إله علي وفاطمة والحسن والحسين، هذول الأربعة، بعث وراهم. في أحاديث بتقول كانوا في البيت لما نزلت الآية، هذا ما صحش، خلصنا. اللي بتقول الحديث اللي بيقول إنه لما نزلت الآية كانوا في البيت ما صحش، والحديث اللي بيقول فنزلت الآية عن أبي سعيد الخدري لم يصح، ضعيف، خلصنا. ليش؟ لأنهم بتجدهم بيستشهدوش إلا بالإشي اللي بدهم إياه، ولو كان ضعيف، ولو كان ضعيف. إنه لما نزلت كان في البيت الحسن والحسين وعلي، هذا لم يصح، تمام؟ لم يصح. إنما بعث وراهم، هذا اللي فيهن حسن وفيهن يعني ها وصل صحيح، بعث وراهم. ورواية لما بعث وراهم أكثر من صورة. الصورة الأولى إنه هذا الثوب اللي هو زي بساط أجلسهم عليه، أجلس الأربعة عليه وضب عليهم الأربع أركان للثوب ومسكوا بهذا الشكل ودعا. هذه بعض الروايات، إنه بعد ما أجلسهم على الثوب أخذوا من زوايا الأربعة مسكوا هذا الكساء، بسموه الكساء، ممكن تسمعوا حديث الكساء، حديث الكساء، مسكوا بإيده وبهذه الإيد إيش دعا الله، اللهم هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهير. تمام؟ إنما يريد الله. ولا وفي روايات بتقول ما هو بدنا نفهم، هو قعدهم ومسك من هون ودعا، ولا جللهم يعني غطاهم وقال اللهم هؤلاء، ولا في روايات ثانية دخل تحت الثوب معهم وطلع ايده ودعا. كل هذا موجود. طب اني منهن واضح؟ طيب ممتاز. طيب كيف اخرجتوا نساء الرسول الان؟ هذا طبطبائي حاول ايش يعني يشككك اولا انه هذا موقع هون، لانك اذا قمت هذه وبتكون معنى، بس هو على فكرة ما قلناش وين لازم يحط الآية، صحيح ده تظلها برا الآية، ده تظلها برا، وين بده يحطها؟ أو جزء من آية. فضل الله شو بقول محمد حسين؟ شو بقول؟ بقول يعني فيش، يعني كل الرواة اللي رووا الحديث ما قالوش انه هذه الآية
متصلة، يعني انه لم كانت يعني بمعنى اخر في إلها اتصال وانها نزلت. هو لما آية بتنزل وبتكون كلها متكاملة لازم يجي صحابي يقولوا هاي نزلت دفعة واحدة، لازم يقولوا يعني اذا ما قالوا، قال ولا حديث قال انها نزلت دفعة واحدة. طب انت بدك طب ما هي آية واحدة، ليش بدك تفصلها انت؟ طب جيب لي واحد بيقول انه هاي نزلت في وقت متأخر وبعدين دخلت ماشي الحال، قال ما هم ما قالوش انها نازلة مع بعضها. طب ما هي مع بعضها، يقولوا ليش؟ هو كل آية بدنا نقول هذه الآية نازلة مع بعضها؟ شوفوا المنطق. طب بيفهموا الجماعة ولا بيفهموش؟ بيفهموا. والحكامات بيفهموا ولا بيفهموش؟ بيفهموا. والقساوسة بيفهموا. ولا شو قصة البشر؟ شو قصة البشر؟ قصة البشر انه ايوة يبدو بعضهم على ما علمه ابوه او عوده ابوه، وجدنا اباءنا. لذلك احنا ما نقبل منكم انه قضية وجدت اباءكم، كل شيء بده يمتحن وفق الدليل. هايو امثال الحكمات القساوسة حضرتهم الايات، الايات بفهموش بصيروا شككوا في القرآن هون ولا مش هون، مشان شو؟ مشان تمشي بدعتهم. طيب قال لما بتصير حادثة الكساء، وانتو شفتوا كم صورة إلها الكساء، يا اما قاعدين عليه وسمع الرسول بهذا الشكل، يا اما جللهم في الكساء، يا اما كمان كان معهم وطلع ايده، وفي كمان انه رد دخل زوج من زوجاته كمان، انو منهن بدي افهم انا الان. فلما دعا فام سلمة، وهو كل هذا كان في بيت ام سلمة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، ام سلمة قالت له لما قال اللهم هؤلاء اهل بيتي، فقالت له انا ما يعني مش من اهل بيتك، مش من اهل بيت انا يا رسول الله، بتسأله هي يعني هم شو بيجيبوا؟ بيجيبوا بس الجواب التالي، انت على خير او انت الى خير، في روايتين انت على خير، وفيش على فكرة يعني تناقض بينهم، ممكن الراوي مرات تجد راوي يروي عبارة انت على خير ورواية انت الى خير، بس بوقفوا عند هذه. طب ما في اصح منها روايات، ليش ما قلتوها؟ شو قال الرسول؟ شو قالت ام سلمة؟ وشو قال الرسول؟ انت الى خير. طب هاي لحالها كافية اصلا، انت الى، عارفين شو معنات انت الى خير؟ هو اصلا ليش الرسول نادى وراهم؟ لانهم بدخلوش اصلا، بدخلوش ويشك انهم يدخلوا في اهل البيت، هو بده يريدهم ايش؟ يدخلوا في مفهوم اهل البيت، فاستدعاهم، لانه اهل البيت معروفين النسوان فيش غيرهم. طب ما فاطمة كانت في يوم من الايام بالبيت، واصلا الرسول هو اللي ربى علي وهو صغير، بتعرفوا قصة كمان نموا في بيته. طيب والحسن والحسين احفاده، فهو بده يدعي هذول الناس اللي ما بدخلوا اصلا في مفهوم اهل البيت، لانه اهل البيت مين هم؟ سكانه، ما بدخلوا، فبدو يدخلهم. فأجت قالت أم سلمة طب أنا مش يعني من أهل البيت، هم بس بذكروا رواية واحدة اللي هي رواية حسنة، وهاي الرواية بتخدمهم مش، لأنه شو بقول لها؟ أنت إلى خير، أنت على خير. طب هاي خلاص كافية لحالها، شو يعني؟ هذول بحاجة لأنه يدعي لهم، أنت ما أنت على خير، أنت إلى خير، هذول اللي بدهم يلحقهم بإيش؟ بآل البيت، انت الى خير، انت على خير، انت شمدك في احنا هذول اللي ما كانوش داخلين بدنا ندخلهم. دخلوا ولا ما دخلوش؟ دخلوا، لانه دعا الرسول. يعني استجاب ولا ما استجابش الله؟ استجاب. لاحظوا هذه اللي تمسكوا فيها الرواية، طب ما هي بتخدمكم مش هي ضدكم، لانه في اصح منها كمان رواية. شو قالت له؟ اما انا من اهل البيت؟ قال لها بلى، ان بلى انت من اهل البيت، خلصنا. بجيبوهاش اني اصح هاي ولا هذيك؟ هاي. طب بتناقضن؟ لا، لانه ممكن استفهمته اكتر. تمام. بعدين ما جابوش رواية ثانية، انت على مكانك، انت الى خير. شو يعني على مكانك؟ يا ما انت من اهل البيت، انت على مكانك، انت ما حدا طلعك من انك من اهل البيت، هم بدهم يطلعوها، انت على مكانك. طب شو مكانها؟ من اهل البيت ولا لا؟
أنت على مكانك، أنت إلى خير، أنت على مكانك، أنت على خير. وهناك أحاديث أصح من هذا، كل اللي ذكر أحاديث كان يمر الرسول صلى الله عليه وسلم على بيوت زوجاته بيت بيت ويقول السلام عليكم كيف أنتم يا أهل البيت، فيردن عليه. ومر على عائشة وقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله، ترد عليه. أحاديث كثيرة جدا إنه نسوان وأهل البيت، إنه في هذه الآية مش مقصود النسوان بدليل الأحاديث الكثيرة. أنا أحاديث كثيرة اللي بتتعارض، ما أنتوا بتشوفوا هاي بدينا لنا كم درس في أهل البدع اللي بتتعارض مع كون النساء الرسول وين في، يعني كونه يقول إلى خير خلصنا طلعها، قال بيعتبروا قول الرسول إلى أنت إلى خير إنك يعني مش من أهل البيت، والقرآن قائل من أهل البيت ما عرفوش يوفقوا. قد ايش ضايل يا عماد؟ انتبهتوا للانحراف؟